عندنا اليوم نبات اسمه الأقنثة السورية، طبعا نبات شديد الشوك، شائك كثير. في بعض بيسموه، أتوقع شوك الدب أو شيء زي هيك، في ناس بيسموه ذنب الواوي. بعض النبات من بعيد في بعض الأشخاص بيميزوهوش، بفكروه عكوب، ولكن فيش أي صلة بينه وبين العكوب. العكوب من عائلة وهذا من عائلة. ممتاز هذا النبات بظهرته الجميلة، طلعنا عليه هسه بيعمل شمراخ زهري رائع جدا. هاي احنا قاعدين نصور فيه الشمراخ الزهري. طبعا في الماضي كان الرومان ينحتوه على تيجان الأعمدة من جمال الزهرة تنحت، وفي يعني حاليا موجود، يعني لو نرجع على النت وحنشوف في صور لأعمدة أو تيجان أعمدة منحوت عليها هذا إيش النبات. والنبات طبعا أتوقع حتى مش نبات رعوي، الغنم تتذايق منه، كلها شوك. يعطيكم العافية.